السلام عليكم ومرحبا بكم عندي في القناة. كنتمنى ان هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. اذا عجبكم الفيديو ضغطوا على زر الاعجاب واشتركوا في القناة باش يوصلكم كل جديد، وتزيدوا تشجعوني اكثر بالتعاليق ديالكم مزيونة. ودابا نخليكم مع تتمة ديال الفيديو. الفيديو ديال اليوم عبارة عن جلابة اللي سبق لي شاركتها معكم في الالوان مختلفة. انا نخليكم تصور ديالهم هنايا. بحال اللي قلتكم هاد الموديل هذا سبق لي شاركته معكم. انا نخليكم الرابط ديال الفيديو في الالوان المختلفه اللي بغات تخدم بحال هاد الموديل هذا. هذا جلابه باللون غوز بيبي، خدمت بالخدمه ديال الحصيره وتولاتيه في الجناب. صراحه كتجي مزيونه بزاف هاد الزواقه هادي وانيقه. وكذلك مخدومه بالخيط على جوج الحرير. كيعجبني نخدم بالحرير على جوج لان كتجي الخدمه متقونه فيه. بالنسبه لعدد الغرزات اللي عملته في هذا الطوق هذا كيبقى الاختياري ديالكم شحال ما بغيتوا تعملوا فيه العدد الغرزات. انا هنايا عندي 32 غرزه في هذا الجلابه هذه. كيف ما قلتكم العدد اللي بغيتوا ديال الغرزه يمكن اننا نستعملوها، يمكن نقصوا اولا نزيدوا اكثر، كيبقى اختياري على حسب كذلك الكليانه كيفاش بغاتها. بالنسبه للفتحه ديال العنق بحال هذا الشكل كنقسموا الخدمه على جوج، وكنخلي انا فتحه العنق 9 او 8 سنتيم على حسب مولات الجلابه واش كتكون غليظه ولا رقيقه. هاد الخدمه جاتنا عليها الطلبيات بزاف، صراحه كتجي مزيونه وكتجي انيقه في اللبسه ديالها. لهذا انا وريتكم ثلاثه، هذا الثالث ديال الموديل، سبق لي وريتكم في الاسود وفي الكري، وهذا دابا في الغوز. الهبيطه خدمت ثلاثه الغرزات هو ده حتى لتحت. بغيت نشكركم من هاد قناه لان التعاليق ديالكم صراحه كانت مزيونه بزاف، وعطيتوني اراء ديالكم بزاف ديال الموديلات. ودابا هنايا كرهتي حتى هذا، تعطيوني الاراء ديالكم كتبوه لي في التعاليق كيف جاتكم الجلابه. وبزاف منكم كذلك كيسقسيوني انا فين كاينه. انا كاينه في مدينه طنجه. اللي بغات تخيط شي حاجه في الجلابه مرحبا، ولا قفطان اللبسه اي حاجه متعلقه بالرنده مرحبا بكم. انا نخلي لكم الانستغرام ديالي هنايا اللي بغات تواصل معايا فيه. بحال اللي قلت لكم هاد الهبيطه هبطت كامله حتى لتحت ثلاثه الغرزات. وبالنسبه للكمام خدمت لهم الضريس عين وحاجب صغير. بالنسبه للدرس انا كنخدموا الخيط على ثلاثه باش كيجي واقف، كيجي مزيون وكيجي باين كذلك. حتى هو مخدوم في لونه، هاد الجلابه تقريبا كامله مخدومه في لونه. قولوا لي كيفاش جاكم هاد الدرس، واش مزيون. هذا الكم الاخر حتى هو مخدوم بنفس الدرس بحال بعضياتو. وانا كنحاول نقرب الكاميرا باش تبان لكم الدرس مزيان. والشرك بحال دائما بحال اللي كنشركو بغرزه وحده، شركت الجلابه كامله بغرزه وحده. صراحه هذا الموديل هذا ديال الجلابه كيجي زوين، خصوصا في هذا اللون هذا جا مزيون بزاف. هاد الجلابه مخزانيه، بالنسبه لفتاحي عملت ملا في الجناب، خدمت 3 سنينات حتى هي الخيط على 3.
وكنبل بحال هاد الطريقه باش ما كتبانش في لونه كذلك باش ما كيبانش التنبيله. شوفوا ما كتبانش هنايا، كتجي سامبل كتبانش الخياطه ديال التنبيله. هذا هو الموديل اليوم، كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. وهودو دابا كليكو على زر الاعجاب، وبالنسبة للقاب نفس الدرس كذلك خدمت له عين وحاجب. صافي هذا هو الفيديو اليوم، كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. وما تنساوش تشتركوا في القناة ديالي باش كيوصلكم ديما الجديد، وما تضغطوا على كذلك على زر الجرس باش كيوصلكم ديما الجديد ديالي. وشكرا على المتابعة ديالكم، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. My appetite.